اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ماذا قال رينيه فايلر النهارده لمجموعه من او في الموقع الرسمي للنادي الاهلي؟ قال ان البطوله الافريقيه حق مشروع لجماهيرنا واثق في جميع اللاعبين، اتعامل بميزان العدل والجميع لديهم الفرصه للمشاركه، درسنا النجم الساحلي جيدا وتركيزنا على الجونه حاليا. كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عن اسباب تالق بعض اللاعبين منذ توليه القياده الفنيه، وقال ان هو بيسعى دائما لتطوير اداء اللاعبين بشكل فردي بما ينعكس على ارتفاع مستوى الاداء الجماعي للفريق. الحقيقه مستر رينيه فايلر في كلامه كله النهارده كان كلام عاقل جدا ومتزن جدا، ما نسبش الفضل لاي حد غير للشغل اللي بيتعمل من الجهاز الفني بالكامل ومساندة مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط والتطوير لكرة القدم لرينيه فايلر أو للجهاز الفني بالكامل. الحقيقة أتكلم أيضا عن اللاعبين بمنتهى الاحترام وبمنتهى الشغف، أنه هو عايز كل اللعيبة النهاردة، يعني لما عندما سئل عن أن هناك بعض الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة مع المنتخبات الوطنية سواء حمدي فتحي او اليو ديانج، قال ان هو طبعا حزين جدا لاصابه هؤلاء اللاعبين ولكنه بيثق في جميع اللاعبين. قال ايضا رينيه فايلر ان هو شغله ان هو يدرس كل الفرق اللي هيلعبها، وهو بيقول ان هو درس النجم الساحلي بشكل جيد جدا وعارف كويس جدا كيف سيلاقي النجم الساحلي. ده كلام رينيه فايلر لان هو قال ان ده شغله، دي طريقه شغله، ان هو دايما بيحاول يدرس المنافسين علشان يضع الخطه او التكتيك المناسب لهؤلاء المنافسين. ايضا اتكلم عن كل اللاعبين وقال ايضا عن البطوله الافريقيه، وقال ان البطوله الافريقيه هي حق مشروع للجماهير وهو حلم شخصي لرينيه فايلر تحديدا، وقال ان هو يسعى جاهدا وبكل الطرق ان هو يقدر يفوز بهذه البطوله، ولكن رجع وقال مره اخرى ان لازم الكل يعرف ان احنا معانا منافسين جيدين جدا ومنافسين اقوياء في هذه المباريات او في مباريات البطوله الافريقيه. وقال ايضا ان هو سوف يبذل هو والجهاز الفني بالكامل قصارى جهدهم حتى يستطيع ان يفوز بهذه البطوله، مش البطوله دي بس، قال ايضا ان هو سيحاول ان هو ان يفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، وقال ان معظم اوقاته في النادي الاهلي تتمثل او في مصر تتمثل في التحضير للعمل الذي لا يقتصر على المران بل على دراسة كل ما هو متعلق بفريقي النادي الأهلي طبعا وكذلك المنافسين، وأشاهد المباريات لتحليل المستوى سواء لفريقي أو للمنافسين للإطلاع على كافة التفاصيل بجانب أنني أقوم بالتسوق على فترات. قال إن هو لا يفضل الحديث عن حياته الخاصة لكن بشكل عام لديه زوجة وولدان يلعبان كرة القدم في سويسرا. قال أيضا إن هو فخور بمنظومة النادي الأهلي الاحترافية وكل ما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات. زي ما أنا قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت إن دائما النادي الأهلي ما يتعرض إلى أشياء كثيرة جدا، ولكن من ضمن هذه الأشياء إشاعات زي الحاجات اللي احنا بنسمعها من بعض المذيعين الرياضيين اللي بيتكلموا عن إن الكابتن محمود الخطيب مش هيقدر ينزل الانتخابات القادمة. كلام يعني الكلام ده بيتقال قبل الانتخابات بسنتين، محدش عارف ليه الحقيقة، ولكن هو بيتقال. فده من ضمن الإشاعات اللي عمالة تطلع على النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي ماشي في طريقه، ودايما أنا بشبه الموضوع زي ما بحكيه لحضراتكم بالظبط. النادي الاهلي بيبقى ماشي في طريقه، الهدف اللي قدامه ده بيحاول يوصل له، فلازم تمشي في طريق مستقيم لانه الطريق المستقيم هو اقرب الطرق الى الوصول الى الهدف. فالنادي الاهلي بيمشي في طريقه، فلازم تيجي كل الفرق او كل الناس او بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيجي دايما عايز يخبط في النادي الاهلي من اليمين والشمال عشان يوقعه، وبالتالي يقول لك اصل رينيه فايلر
قعد مع، لو تفتكروا الفترة اللي فاتت اتكلموا على موضوع ان هو قعد مع كابتن محسن صالح، وان كابتن محسن صالح بيفرض عليه بعض الاسماء بعينها، وطبعا ده ما حصلش لان هم لسه ما قعدوش غير امبارح تقريبا او حاجة كده يعني، انا مش عارف لانه لم يصدر تصريح رسمي بهذا الموضوع، فانا مش عارف هم قعدوا مع بعض ولا ما قعدوش اللي هو امبارح مثلا لو كانوا قعدوا، لكن قبل كده لم يحدث. خلال الفترة السابقة كان هناك كابتن محسن صالح كان معانا على الهواء مباشرة في برنامج سهرة معه، واتكلم بمنتهى الوضوح على دور لجنة التخطيط مع الفريق الأول، ووريتها لحضراتكم في حلقة من حلقات ملعب الأهلي خلال الفترة السابقة، ولكن إشاعات، فلقوا الإشاعة دي الحمد لله من خلال ملعب الأهلي قفلنا على موضوع الإشاعة بتاعت الكابتن محسن صالح بما قاله الكابتن محسن بلسانه على الهواء مباشرة مع جمهور النادي الأهلي، واتكلم عن علاقة لجنة التخطيط بالفريق الأول في النادي الأهلي، فقفلنا الموضوع. قال لك طب نخش في حاجة تانية، نخش بقى ونتكلم في حاجة تانية، كلموا عن تعب الكابتن خطيب وان هو كذا وكذا وكذا زي ما حضراتكم سمعتوا اليومين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن أعتقد برنامج ملك وكتابة أيضا اتكلم في هذا الموضوع، وكل واحد بيدلو بدلو وقالوا رأيهم سواء المهندس عادل القيعي أو الأستاذ إبراهيم المنيسي، وبالتالي هتظل دائما قناة النادي الأهلي هي المنبر الوحيد اللي حضرتك تقدر تاخد منه، وصدقوني الكلام ده أنا بقوله لحضراتكم عن ثقة وعن صدق، أن قناة النادي الأهلي هي القناة اللي هتقدر تاخد منها كل المعلومات الرسمية الحقيقية على الهواء مباشرة قبل ما بتطلع في أي حتة. الجميع بيجتهد، الجميع من حقه ان هو يجتهد، ولكن المعلومات الرسميه هتلاقوها دائما من خلال قناه النادي الاهلي، فالكل بيحاول يخبط. من ضمن الامور اللي اتقالت قال لك احنا هنمشي واحد او اثنين من اللاعبين الافارقه اللي متواجدين علشان نجيب لعيب اخر، ولكن ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، حتى رينيه فايلر حتى الان ما قعدش مع الكابتن خطيب ومع كابتن محسن ولجنة التخطيط، كابتن محسن صالح ولجنة التخطيط، علشان يقول لهم ايه الطلبات اللي عنده، ما قعدش معاهم لغاية دلوقتي، بيقولوا لي يعني ان هو ما قعدش معاهم لغاية دلوقتي. فعشان كده بقول لحضراتكم كلها اجتهادات وكلها اشاعات كبيرة جدا وكثيرة جدا، الغرض منها اقتراب الدوري ورجوع الدوري مرة اخرى، فالغرض منها تشتيت ذهن اللاعبين قبل بداية الدوري وقبل مباراة النجم الساحلي الهامة جدا في افتتاحية البطولة الإفريقية أو دوري المجموعات في البطولة الإفريقية. فرينيه فايلر الحقيقة قال أن كل ما يتردد عن انتقالات يناير هو اجتهادات، وقال المنظومة الكروية في النادي الأهلي على أعلى مستوى ومحترفة وتساعدني كثيرا من أجل الوصول بالفريق لأفضل حالة ممكنة، وهذا ما نسعى إليه جميعا داخل النادي الأهلي. كلام مهم الحقيقة وأخبار هامة قالها رينيه فايلر، حبيت بس أن أنا ألقي الضوء على هذه التصريحات وعلى هذه الأخبار، ولكن نعود بقى مرة أخرى إلى منتخبنا الأولمبي إن شاء الله الذي يستطيع أن يفوز اليوم على منتخب كوت ديفوار، والمنتخبين تأهلا رسميا إلى أولمبياد طوكيو ومعاهم منتخب جنوب إفريقيا اللي انتهت مباراته منذ قليل مع منتخب غانا بفوز جنوب إفريقيا، وبالتالي منتخب مصر، منتخب ساحل العاج، منتخب جنوب أفريقيا، الثلاث منتخبات دول صعدوا إلى أولمبياد طوكيو القادمة، ولكن تتبقى الهدف الأخير من هذه البطولة وهي المباراة النهائية. كل أمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني أن يستطيع أن يفوز في هذه المباراة ويسعد 70,000 متفرج المتواجدين الآن في استاد القاهرة. خلينا نطلع فاصل ونبدأ بقى فقرتنا الأولى في ملعب الأهلي النهاردة. دكتور أحمد ثابت أهم نقاط الضعف والقوة الخاصة بمنتخب ساحل العاج وأهم الأرقام الخاصة بمنتخبنا الوطني ومنتخب ساحل العاج بعد هذا الفاصل. دكتور أحمد ثابت.